خواتي، مرحبا بكم اليوم معي في وصفة جديدة. إن شاء الله وصفتنا اليوم هي عبارة عن إيج رولز أو بريوات محشيين بالكفتة والخضار، واللي غنحتاج في هذه الوصفة تاعنا اليوم إن شاء الله. بالنسبة للخضار أنا عندي الكابش أو الكروم، كذلك أنا عندي المشروم، جزر، بصلة متوسطة، كفتة، والمقرونية الصينية أو مقرونية الرز. وبالنسبة للتوابل اللي غنتعرفوا عليهم وأنا تنضيف فيهم، والأندوزو لطريقة التحضير. يا بسم الله، أول شيء نبدأ به نوضع ماء مغلي على المقرونية، والآن أنا غنتركها جانبا لمدة 5 دقائق، وغدا نمر لتحضير الكفتة والخضار. والآن نأتي بالمخلة، نوضع عليها النار، أضيف قليل من الزيت الزيتون، قليل فقط، ثم أوضع الكفتة. ثم أوضع قليل من الملح، والآن نأتي بالمقرونية. بعد ما طرقتها 5 دقائق في الماء مغلي، فأنا عملتها في المصفاة وشلت منها الماء. أتي ونضيف. والآن غدا نقوم بتقطيع المقرونية لقطع صغيرة. بالنسبة للكفتة هي صفحة جاهزة، يعني غنوضعها بنفس البول مع المقرونية، والآن نتركها جانبا ونمر للخضار. أضيف كذلك قليل من الزيت الزيتون، ثم أضيف البصل والجزر، ثم أضيف المشروم، الآن بعد ما مرت 5 دقائق على الخضار الأول نضيف الكابش أو الكروم. وهذه هي الخضار الصفحة الجاهزة، يعني أنا ما أحتاجش نطهيها كثير باش تبقى محتفظة على المذاق وعلى اللون كذلك. والآن بعد من الخضار الصفحة الجاهزة نضيفها على باقي الأشياء، والآن غنخلط الأشياء كلها حتى تنسجم مع بعض. كذلك أضيف قليل من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة من الفلفل الحار الجاف، ملعقة كبيرة من صويا صوص، ملعقتين زيت السمسم، أتنفضل هذا النوع. والآن نخلط الأشياء كلها مع بعض مع التوابل. منقش لكم الرائحة، تجي طيبة يعني جاهزة للأكل. والآن الحشوة تاعي صبحت جاهزة، الآن ما بقى لي إلا أن نمر للمرحلة الثانية.
والان غادي نمروا لعمليه الحشو. قبل ما نبدا غدا نعطيكم نصيحه فقط، دائما تجنبوا الورق اللي تيكون في المبرد، يعني دائما قلبوا على هذا النوع اللي تيكون في الفريزر، فهو نوع جيد. ولما تتحبوا تقليوه ما تيمتص الزيت مثل الورق الثاني اللي تيكون في المبرد. هذا بدء عن تجربة، يعني تتركوها في الفريزر ولما تتحبوا تحشيوها تجدوها فتتكون سهلة، يعني تتاخذوا منها ورقة وتحاولوا على هالشكل، والثانية تتغطيها بمنديل ورقي مبلول. والآن نوضعها على شكل دايمن، وأنا دائما تنستعمل هذا لأنه تعطيني نفس الحشوة لكل واحدة، وكذلك تساعد في الأخير تيجيوا كلهم في نفس الحجم. كذلك عندي ايج واش او البيض، نحاول نوضعه في الجوانب، لازم هذا تيساعد لما تجي تقومي بعمليه القلي ما تيخليش الزيت يتسرب داخل الحشوه. وهذا هو شكلهم. والان بعد ما خلصتهم انا كذلك وضعت الزيت في طنجره وحطيته على النار، فالان انا غدا نقوم بعمليه قليهم. يا بسم الله، كذلك نشوف ما تفضعوش كثير في الطنجرة. هذا هو شكلهم هما جات في المقلة، يعني احنا نحافظوا على اللون تاعهم الذهبي.
فوق لما تشيلهم من الزيت تتوضعهم على كولن راك، لأن هذا من الأحسن تي احتفظ بهم كريسبي. وبعد ما نخلص غدا نتلاقى معكم. وهذه هي الوصفة تاعتي بعد ما خلصت، شكلها جميل ومذاقها أيضا كما تشوفوا. أنا كذلك قدمتها مع سويت تشيلي صوص، تنتمنى انها تعجبكم وتلد على خاطركم، ونكون انا خفيفة على قلبكم، ونتلقى معكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم.